كان صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد، يعني لو جاء أحد شارب الخمر يعزره، والتعزير يضرب بشيء، يعني لعله يرتدع، ما احترم نفسه وشرب الخمر، فيضرب بالنعال، يعني معناه يأمر بضربه بالتعزير، أو بالجريد يعني بالسعف هكذا حتى يخجل ويستحي ويرتدع. بعض الناس النصيحة ما لها مكان في عقله، لا النصيحة ليست دواؤه، دواؤه التأديب. ولذلك بعض الردع في التعزير، نعم.